أنا أميرة من السنابل نيوز مصر. النهاردة إحنا بنشارك أصحابنا في سن إعدادي مهرجانهم اللي بيتعمل كل سنة في أجازة نص السنة في قاعة دلس. تعالوا نشوف هيحصل إيه. بدأ المهرجان بفترة روحية من ترانيم وصلوات وتأمل. بحب إعدادي قوي بكل قلبي بكل روحي، لأنه سن فرق في حياتي كتير قوي. بتمنى وبطلب وبصلي إن كل واحد فيكم يكون بيعرف الرب بدري قوي في سن صغيرة عشان يستمتع بأكبر وقت ممكن. الرب في علاه مكللا ببهاء. عددنا تقريبا من 700 ل 750 فرد. هدفنا الروحي من خلال المهرجان انه احنا ننادي الذي ننادي به معلمين كل انسان ومنذرين كل انسان بكل حكمة لكي نحضر كل انسان كاملا في المسيح يسوع. واتقسمت المنافسات بين فرق الكنائس المختلفة في العديد من الألعاب الرياضية. احنا مجمع القاهرة عندنا رؤية نوصل رسالة المسيح الخلاصية وننشئ جيل متصالح مع نفسه مع الآخر، جيل موهوب في الرياضة موهوب في الفن، عشان نحقق رؤيتنا دي بيبقى من خلال كذا حاجة بنعملها طول السنة، منها المهرجان ده. المهرجان ده بيحصل سنويا، هدفه انه نطلع الطاقة اللي جوه الشباب وازاي يكتشفوا ان هم موهوبين رياضيا او فنيا. وفي المهرجان شفنا العديد من المواهب الفنيه الرائعه اللي قدموها اطفال سن اعداد. دي معلمه، ده راح احط هنا المسطره، هنا احط الاقلام، هنا لو حاجة مهمة عايزة أشيلها ومش عايزاها تقع. دي استفدت بحاجات، علبة كريم، إزازة، زبادي. أنا اشتركت في كونكت فور ودوج بول. النهاردة اشتركت في كرة القدم ودوج وكاتشر زفلاج. اشتركت في التشير بول والكورة. أنا اشتركت النهاردة في لعبة الكورة. أنا اشتركت في الدوج بول والفولي بول والتشير بول. لعبت لعب كتيرة جدا ومنها الدوج والفوتبول والاريال فوتبول. لعبت ألعاب كتيرة زي الفوتبول والدوج بول. المهرجان حلو قوي واتبسطت فيه قوي عشان فيه لعب كتير وكده. أنا اتبسطت جدا في المهرجان، المكان هنا حلو جدا واتبسطت جدا بالمهرجان ده، واتمنى ان يكون بيتعمل تاني. انا اشكر ربنا، اتبسطت جدا النهارده وهو كان يوم جميل جدا. اتبسطت جدا النهارده، كان مهرجان متميز قوي بحضور اكتر من 750 من سن اعدادي. رنموا ولعبوا وكمان قدموا مواهبهم. كانت معكم اميره من السنابل نيوز مصر. باي باي.